مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة. أهلا بكم، نبدأ النشرة بأهم العناوين. لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن كوفيد-19 تستعرض الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لدعم استدامة القطاع الخاص. فريق طبي بالمستشفى السلطاني ينجح في زراعة خلايا جذعية لرضيعة تعاني من نقص المناعة المركب الشديد. بعد حظر دام أكثر من 3 عقود، واشنطن ترفع حظر توريد الأسلحة لقبرص، وأنقرة تحذر من الانعكاسات السلبية للقرار. ومن أبرز أخبارنا الاقتصادية، المستشارة الألمانية تعلن معارضتها توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية. وفي النشرة الرياضية تتابعون: خورخي والد ميسي ووكيل أعماله يصل إلى برشلونة للتفاوض حول مصير ابنه مع النادي الكتالوني. عقدت لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 صباح اليوم اجتماعا برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور أصحاب السمو والمعالي الأعضاء، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية. وقد استعرضت اللجنة الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها في الفترة الماضية لدعم استدامة أعمال مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتعزيز قدرتها على التكيف مع الأوضاع الاستثنائية الحالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا كوفيد-19، وتشمل الحزم المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج القروض الطارئة لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا من رواد ورائدات الأعمال. كما تدارست اللجنة عددا من المواضيع المتعلقة بعمل اللجنة، وقررت رفع توصيات بشأنها للجنة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حقق فريق طبي بالمستشفى السلطاني إنجازا طبيا في علاج طفلة بعمر 7 أشهر تعاني من نقص المناعة المركب الشديد. وأوضح المستشفى أن الفريق واجه صعوبة خلال فترة علاج الطفلة التي أصيبت بالتهاب جرثومي حاد في الرئة والدم، تسبب في تدهور حالتها الصحية، حيث قام قسم المناعة الإكلينيكية بالمستشفى السلطاني بالتعاون مع قسم زراعة نخاع العظم بمستشفى جامعة السلطان قابوس، قام بإجراء علاجي استثنائي تمثل في زراعة خلايا جذعية للطفلة، ما نتج عنه تحسن في حالتها الصحية بعد بضعة أيام من إجراء عملية الزراعة. ويعتبر هذا الإجراء نقلة نوعية في استقطاب علاجات مماثلة في المستقبل لمرضى نقص المناعة الأولي لدى الأطفال. قالت الولايات المتحدة إنها رفعت جزئيا ولمدة عام واحد الحظر الذي تفرضه منذ أكثر من 30 عاما على بيع قبرص معدات عسكرية غير قاتلة. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن وزير الخارجية مايك بومبيو أبلغ رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس بالقرار الأمريكي. في المقابل، أدانت وزارة الخارجية التركية الرفع الجزئي للحظر، داعية واشنطن إلى التراجع عن هذا القرار الذي سيكون له انعكاسات سلبية على الجهود الرامية إلى إيجاد حل للمسألة القبرصية. وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليونان وتركيا إلى خفض التوتر ووقف التصعيد في شرق البحر المتوسط حول الحقوق البحرية وحقول الغاز المتنازع عليها. وحث بومبيو البلدين على بدء محادثات دبلوماسية لإنهاء الخلاف، مشيرا إلى ضرورة عدم زيادة التوتر العسكري الحاصل في المنطقة.
أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني أن حكومته نفذت كافة التزاماتها لبدء مباحثات سلام مع حركة طالبان. وأشار بيان للحكومة الأفغانية إلى أن كابول أرسلت فريقا فنيا إلى قطر للتحضير للمحادثات المرتقبة بين الجانبين، وذلك عقب استئناف عملية تبادل الأسرى التي شكلت عقبة رئيسية في طريق بدء المفاوضات، التي أعرب غني عن أمله في أن تقلل منسوب العنف وتحقق وقف إطلاق نار دائم في أفغانستان. بدورها أعلنت طالبان استعدادها لبدء محادثات سلام في غضون أسبوع من اكتمال تبادل الأسرى. وبموجب شروط اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، كان من المفترض أن تحرر كابول 5000 مقاتل مقابل تحرير طالبان 1000 جندي أفغاني. جدد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دعم الاتحاد للحوار والحل السياسي في الأزمة الليبية. وأوضح المسؤول الأوروبي خلال لقائه رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، أوضح أن ملف ليبيا يشكل أولوية مطلقة للاتحاد، مؤكدا أن المسار السياسي السلمي مهم في تحقيق الاستقرار للشعب الليبي. ورحب بوريل بالاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار المبرم الشهر الماضي بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا، مشيرا إلى أنه ناقش خلال مباحثاته في طرابلس سبل ترسيخ المسار السياسي ورفع الحصار النفطي. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده ستدعم كل الجهود لضمان أمن العراق وسيادته. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي برهم صالح في بغداد، أوضح الرئيس ماكرون أن العراق يمر بمرحلة تحديات بسبب الحرب والإرهاب، لافتا إلى أن الحرب ضد داعش لم تنتهي وما زالت مستمرة، وأن مسلحي داعش لا يزالون في المنطقة، مضيفا أن العراق يواجه تدخلات خارجية من شأنها إضعاف حكومته. بدوره أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده ما زالت بحاجة للدعم من أجل مواجهة الإرهاب، مضيفا أن العراق لا يزال يواجه تحديات تتطلب دعم الأصدقاء لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة ومنع تمويل الإرهاب، مشددا على أن ضرورة أن تكون المنطقة في حالة أمن واستقرار من خلال تعزيز دور العراق. في باكستان، تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة الجبلية في وفاة نحو 20 شخصا. وذكرت هيئة إدارة الكوارث في باكستان أن معظم الناس جرفتهم المياه المتدفقة من الأنهار والجداول الجبلية في إقليم خيبر. وأشارت الهيئة في بيان إلى أنه تم إجلاء نحو 500 سائح في سوات بسبب الانهيارات الأرضية التي أغلقت الطرق. سجلت الهند خلال ال 24 ساعة الماضية أكثر من 78 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت أكثر من 1000 حالة وفاة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات أكثر من 66 ألف حالة. عالميا، تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 25 مليونا و750 ألفا بحسب آخر البيانات الرسمية. وأظهرت الإحصاءات أن عدد المتعافين تجاوز 17 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 857 ألفا. ولا تزال الولايات المتحدة في صدارة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا. في بريطانيا، أعلنت الحكومة التراجع عن تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في بعض المناطق. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في رسالة إلكترونية إن حكومته قررت إبقاء القيود نفسها في منطقتي بولتون وترافورد، وذلك عقب مراجعة بيانات نسب الإصابة مع المسؤولين المحليين. وكانت الخطة التي تراجعت الحكومة عن تنفيذها تقتضي عودة البريطانيين للعمل في المكاتب واستئناف الدراسة، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة في بعض المناطق شمال غرب إنجلترا.
النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وتتابعون بعد قليل. مزارعون عمانيون يستبشرون بمردود اقتصادي بعد نجاح زراعة بعض الفواكه الاستوائية. لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن كوفيد-19 تستعرض الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لدعم استدامة القطاع الخاص. فريق طبي بالمستشفى السلطاني ينجح في زراعة خلايا جذعية لرضيعة تعاني من نقص المناعة المركب الشديد. بعد حظر دام أكثر من 3 عقود، واشنطن ترفع حظر توريد الأسلحة لقبرص، وأنقرة تحذر من الانعكاسات السلبية للقرار. دشنت تعليمية البريمي مبادرة البريمي تبرمج، وذلك لتدريب وتأهيل 100 طالب وطالبة في مجال البرمجة بلغة البايثون. البرنامج يقدم بالشراكة مع جامعة البريمي ومعهد الواحة للتدريب والتطوير، وتم تحديد الطلاب المشاركين فيه من الصف 9 وحتى الصف 12 ممن لديهم اهتمام وميول في مجال البرمجة. ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة البرمجة ودورها في صناعة الاقتصاد المبني على المعرفة، وتوفير بيئة تعليمية عملية محفزة لتعلم البرمجة تماشيا مع أهداف رؤية عمان الاستراتيجية والاستراتيجية الوطنية للابتكار. أدت الأمطار التي شهدتها محافظة الداخلية منذ مطلع العام الجاري إلى ارتفاع منسوب المياه في الأفلاج والآبار، نظرا للكميات الكبيرة من المياه التي احتجزتها سدود التغذية الجوفية. مياه الأمطار التي ما زالت تجري في بطون الأودية تشكل مصدرا رئيسيا لرفع منسوب خزانات المياه الجوفية، وتبشر بمواسم زراعية خصبة. تهللت الأرض في محافظة الداخلية مستبشرة بغيث السماء، مستقبلة المطر الذي أنعم الله به على البشر والشجر والحجر. مطر تفاوتت نسبة غزارته وتواصل هطوله منذ مطلع العام الجاري، فتدفقت الأودية فيضا مدرارا لتسعد به الأنفس وترتوي به الأرض المتعطشة لرائحة المطر. ثروة مائية جرت في بطون الأودية، فاحتجزتها 9 سدود للتغذية الجوفية توزعت على ولايات نزوى وبهلة والحمراء وإزكي وبدبد، محتجزة كميات وفيرة من مياه ترفع من مستوى الخزان الجوفي في المحافظة. كما ساهمت الحواجز المائية في المناطق الجبلية والبالغ عددها نحو 70 حاجزا مائيا إلى توفير كميات مياه لقاطني تلك المناطق. الأفلاج هي الأخرى فاضت جداولها ونضحت بمياهها في ربوع المحافظة، فأعادت للفلاح فرحته وللحقول والبساتين نظارتها ولونها الأخضر الذي كسى المكان جمالا يسر الناظرين ويبهج الزائرين.
ومع ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في الآبار والأفلاج والسدود، يستبشر المزارعون في محافظة الداخلية أن يشهد شتاء هذا العام موسما زراعيا خصبا. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية. نصل بحضراتكم الآن إلى الأخبار الاقتصادية مع أحمد بن راشد الهنائي. لأن البيت هو مصدر الراحة والرفاهية بحياتي، اخترت ريزيدنس ماندرين أورينتال. أهلا بكم. ارتفع سعر نفط عمان تسليم نوفمبر القادم 12 سنتا ليبلغ 45 دولارا و43 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط الخام العماني تسليم سبتمبر الجاري بلغ 43 دولارا و62 سنتا للبرميل، مرتفعا بمقدار دولارين وثلاثة سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر أغسطس الماضي. انخفض مؤشر سوق مسقط بأكثر من 11 نقطة وبنسبة 0.30% ليبلغ مستوى نحو 3770 نقطة. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن قيمة التداول بلغت ما يقارب مليون ريال عماني، كما بلغت القيمة السوقية ما يقارب 19 مليار و820 مليون ريال عماني. لأن البيت هو مصدر الراحة والرفاهية بحياتي، اخترت ريزيدنس ماندرين أورينتال، أول شقق فاخرة ومخدمة بالكامل من نوعها في السلطنة. لأني أستحق بيت أحس فيه كأني بإجازة سعيدة وعيش الرفاهية مع خدمات ومرافق متميزة. لأني أستحق بيت بمكان مثالي وتصميم فيه من التراث العماني. بيت يعكس شخصيتي ويملأ أيامي دلال ويسهل حياتي بخدمات كثيرة مثل الضيافة والاستقبال. بيت داخله رقي وفخامة وجمال، والخارج إطلالة على عالم من خيال. بموقع حيوي ومميز على شاطئ القرم في مسقط الجميلة، لقيت بيتي في شقق ريزيدنس ماندرين أورينتال الفاخرة، وأنت بعد تستحق يكون البيت بيتك. أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجدداً رفضها توقيع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية. ميركل أرجعت سبب الرفض إلى ما وصفته باستمرار إزالة الغابات المطيرة في بعض دول أمريكا الجنوبية، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة المناخ العالمية. وتعثر التصديق على اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي بسبب الجدل الدائر في الاتحاد حول تجريف الغابات المطيرة في البرازيل. ويسعى الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية عبر هذا الاتفاق إلى تأسيس أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم. قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه يتوقع تعافيا كاملا للطلب على النفط بداية العام المقبل. وزير الطاقة الروسي أوضح أن الطلب العالمي على النفط تعافى بنسبة كبيرة تصل إلى 90% من مستويات ما قبل جائحة كورونا. وأضاف أن موسكو ستقترح على مجموعة أوبيك بلس اتخاذ رد فعل حيال هذا الاتجاه في إطار الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط. لأن البيت هو مصدر الراحة والرفاهية بحياتي، اخترت ريزيدنس ماندرين أورينتال، أول شقق فاخرة ومخدمة بالكامل من نوعها في السلطنة. لأني أستحق بيت أحس فيه كأني بإجازة سعيدة وعيش الرفاهية مع خدمات ومرافق متميزة. لأني أستحق بيت بمكان مثالي وتصميم فيه من التراث العماني. بيت يعكس شخصيتي ويملأ أيامي دلال ويسهل حياتي بخدمات كثيرة مثل الضيافة والاستقبال. بيت داخله رقي وفخامة وجمال، والخارج إطلالة على عالم من خيال. بموقع حيوي ومميز على شاطئ القرم في مسقط الجميلة، لقيت بيتي في شقق ريزيدنس ماندرين أورينتال الفاخرة، وأنت بعد تستحق يكون البيت بيتك.
انخفض مخزون الخام الأمريكي بنحو 9 ملايين برميل ليبلغ 498 مليون برميل. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ذكرت أن الانخفاض يرجع إلى إغلاقات منشآت أو إغلاق منشآت الإنتاج والتكرير للنفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في ولايتي تكساس ولويزيانا بسبب الإعصار لورا. وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام ب 655 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. أخبار الاقتصاد انتهت، شكرا لطيب المتابعة. لأن البيت هو مصدر الراحة والرفاهية بحياتي، اخترت ريزيدنس ماندرين أورينتال. يصنع فنان نيجيري مجسمات صغيرة لنماذج لأهم المعالم السياحية في دول العالم. المجسمات الصغيرة مصنوعة من واحدة من أكثر الأكلات المفضلة في دول العالم، ألا وهي أعواد المعكرونة. هذه المجسمات الصغيرة لبعض من أشهر المعالم السياحية من مختلف البلدان، مصنوعة من واحدة من أكثر الأكلات المفضلة في العالم، ألا وهي الاسباغيتي. وصنع المجسمات غير الصالحة للأكل بشق الأنفس الفنان والنحات المقيم في لاغوس أدرينتومي وأوياتومي من عيدان المعكرونة، وكان أول عمل له مستوحى من المعكرونة نموذجاً لبرج إيفل، وصنعه في مارس أذار. هو أول شهر فرضت فيه نيجيريا العزل العام بسبب انتشار فيروس كورونا. ومنذ ذلك الحين صنع الفنان البالغ من العمر 33 عاماً أكثر من 5 نماذج لمعالم شهيرة مستخدماً ما يزيد عن 25 ألف عود سباكيتي. ويستغرق صنع العمل الواحد من 2 لـ3 أيام وفقاً لحجمه وتصميمه. وقال أوياتومي إنه حاول استخدام عيدان المكانس والثقاب لكن لم تخرج الأعمال بالشكل الذي أراده. وإلى جانب أعماله الفنية بالسباكيتي يعطي أوياتومي دروساً في الرسم والتلوين للأطفال. ويقول أوياتومي إن الكثيرين لا يوافقونه على استخدام الطعام في الأعمال الفنية، إذ يعيش معظم الناس في أكثر دول أفريقيا سكاناً بأقل من 3 دولارات في اليوم، وتشهد البلاد ارتفاعاً في معدلات التضخم. ويعتقد البعض أن فنه مضيعة للطعام، لكنه يرى أن ما يفعله مجرد تعبير عن أنه حتى لو كنت هشاً فلا يزال بإمكانك الصمود عندما يتماسك الناس سوياً ويقفون إلى جانب بعضهم البعض. والآن لعبد الله وآخر أخبار الرياضة. أهلاً بكم مشاهدينا. تنطلق غداً منافسات النسخة الثانية من بطولة دور الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مكثفة بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد. وفي أبرز المواجهات يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره الإسباني، فيما يحل السويسري ضيفا على الأوكراني، وتلعب روسيا أمام صربيا، وتركيا تواجه المجر، وبلغاريا تستقبل إيرلندا. وصل خورخي ميسي والد وكيل أعمال ليونيل ميسي إلى مدينة برشلونة صباح اليوم للتفاوض مع إدارة النادي الكتالوني، وذلك حول مصير ابنه الذي أكد رغبته في الرحيل. وسيلتقي خورخي مع رئيس النادي جوزيب ماريا بارتيميو لمحاولة إيجاد حل لابنه الذي امتنع من الحضور إلى مقر النادي، وذلك لاستئناف التدريبات للموسم الجديد، فيما اكتفى والد ميسي بالقول للصحفيين أن الموقف بين برشلونة وابنه صعب للغاية، وأنه لم يتحدث مع مدرب السيتي بيب غوارديولا كما يتم تداوله في وسائل الإعلام. فشل تورينتو في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم حين سقط أمام ضيفه مونتريال إمباكت بهدف نظيف، وذلك في منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة.
وجاء الهدف الوحيد في اللقاء برأسية الفرنسي رودري كاماتشو، بعدها أهدر ليخاندرو بوزويلو ركلة جزاء لصالح تورينتو بطريقة غريبة. وفي الشوط الثاني حاول تورينتو الضغط على مرمى مونتريال أمبيك، لكن محاولته لم تسفر عن جديد في نتيجة اللقاء. بلغ الروسي دانييل ميدفيديف الدورة الثانية لبطولة الولايات المتحدة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك على ملاعب فلاتشينغ ميدوز بفوزه على الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس بثلاث مجموعات نظيفة. وقدم ميدفيديف مباراة جيدة أمام فيدريكو ونجح في كسر إرسال منافسه خمس مرات من أصل تسع محاولات، فاز باللقاء بواقع 6-1 و6-2 و6-4. كما تأهل النجم البلغاري غريغول ديمتروف المتعافي من فيروس كورونا إلى الدور الثاني بسهولة هو الآخر، بعد أن فاز على الأمريكي تومي بول بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-4 و6-3 و6-1. تأهل دينفر بوغيتس إلى الدور الإقصائي الثاني في الدور الأمريكي لكرة السلة بعد فوزه في مباراة حاسمة على يوتا جاز ب80-78، حيث شهد اللقاء إثارة كبيرة ليتعادل الفريقان في اللقاء ب87 لكل منهما قبل أن يسجل مايك كونيلي ثلاثية الفوز في الختام. Conley all day for three. Yes, and it's a seven-point game. The Jazz. انتزع السلوفيني بريموز روغليتش المركز الأول في المرحلة الرابعة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما حافظ الفرنسي جوليان ألافيليب على القميص الأصفر لصاحب صدارة الترتيب العام. وتفوق روغليتش على مواطنه تاي بوغتشار الذي حل ثانيا، في حين وصل الفرنسي غيوم مارتن ثالثا وألافيليب خامسا، ليضمن بذلك الحفاظ على القميص الأصفر لمرحلة إضافية. وامتدت المرحلة على مسافة نحو 16 كيلومتر على ارتفاع 1850 مترا، وذلك ضمن سلسلة جبال الألب. ومن الرياضة هذه المرة إلى الزراعة، ولكن مع الزملاء أحمد وبثينة. دمتم بحفظ الله، إلى اللقاء. شكرا لك عبد الله. أثبتت التجارب تعايش وتأقلم عدد من الشتلات وبذور الفواكه الاستوائية والمتسلقة التي جلبت من الخارج مع بيئات وتضاريس بل مع بيئات وتضاريس السلطنة المتباينة. شتلات الفاكهة التي زرعت لها قيمة ومردود اقتصادي على المزارعين والمهتمين بالزراعة. من هواية في الزراعة إلى مهنة توريد الشتلات الزراعية من مختلف دول العالم، الوالد حمد بن حمود الراشدي مهتم بالزراعة وبيع شتلات الفواكه غير الموجودة على تربة السلطنة، فأحضر أكثر من 200 شتلة من شرق آسيا وأفريقيا وإيران ليزرع عددا منها في منزله بولاية السيب، وعددا آخر وزعها على زملائه المهتمين بالزراعة في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، ليخرج بنتائج تكشف له نجاح زراعة هذه الشتلات مع تباين بيئات وتضاريس السلطنة. فكرتي من يوم الصغر إن أعمل مشتل، حبي للزراعة وحبي لعمان، حاولت أستقلب جميع الأشجار المميزة والنادرة اللي ما موجودة في عمان، أريد أدخل أشجار جديدة ما موجودة في السلطنة، تنوع نباتي، ونفس الشيء يدخل في السوق منتجات عمانية جديدة تكون داخلة في عمان. شتلات الأفوكادو هي إحدى الشتلات التي وردها المهتم بالزراعة حمد بن حمود الراشدي من زنجبار، وقد وزعها إلى عدد من المزارعين بالسلطنة وقد أثبتت نجاحها. الراشدي يبدأ صباحاته بمصافحة شتلاته والاعتناء بها واستقبال زبائنه، فخبرته التراكمية في مجال الزراعة تمكنه من معرفة الأشجار وبيئات تعايشها، فاقتربنا منه نتعرف على طبيعة تعايش هذه الشتلات، فأكد لنا
أن عددا كبيرا من الأشجار نجحت زراعتها في السلطنة وتعايشت مع بيئة الجبل الأخضر وجبل شمس ووادي السحتن بحكم طقسها البارد والمعتدل، ومنها تكيفت مع بيئة محافظة ظفار وجبالها. فهو يؤمن بأن الأرض تعطي من يعطيها، وأرض عمان الطيبة لا تنبت إلا طيبة. من ولاية لولاية تختلف التضاريس وتختلف الأجواء، يعني في بعض الأشجار تحب الجو الصحراوي، في بعض الأشجار تحب الرطوبة ما يمكن تزرعها إلا على الساحل، وفي بعض الأشجار تحب البرودة ما يمكن تزرعها إلا في الجبل الأخضر. محافظة ظفار تعتبر بيئة خصبة لزراعة الأشجار الاستوائية، يعني يمكن نزرع فيها المانغوستين، نزرع فيها رومبوتان، نزرع فيها شجرة الكازو وشجرة جاك فروت، الفنس والدوريان وعدة أشجار استوائية. فبعد نجاح زراعة هذه الأشجار من الفواكه بالسلطنة، أصبح مشتله مصدرا لبذور وشتلات هذه الأشجار، فيقصده المزارعون من مختلف ولايات السلطنة، وكله أمل أن تتوسع رقعة الزراعة بالسلطنة بما لها من عائد اقتصادي وبيئي وتحقيقا للاكتفاء الذاتي. فمن جد وجد ومن زرع حصد. شجرة بريمبي هي تعتبر شجرة أفريقية تزرع في جزيرة بيمبا، أحضرنا الشجرة هذه وزرعناها في البيت، حاليا عمرها في 9 سنوات عندي في البيت، وعن طريق بذور الشجرة الأم ننتج هذه الأشجار. يوسف بن سعيد الرواحي من ولاية السيب بمحافظة مسقط. في الختام نذكر بأهم ما جاء في هذه النشرة. لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن كوفيد-19 تستعرض الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لدعم استدامة القطاع الخاص. فريق طبي بالمستشفى السلطاني ينجح في زراعة خلايا جذعية لرضيعة تعاني من نقص المناعة المركب الشديد. بعد حظر دام أكثر من 3 عقود، واشنطن ترفع حظر توريد الأسلحة لقبرص، وأنقرة تحذر من الانعكاسات السلبية للقرار. في ختام هذه النشرة تقبلوا تحيات فريق العمل هنا في مركز الأخبار، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء. شكرا لكم وإلى اللقاء.